أهلا بكم من جديد. نكمل الحرة الليلة من الانتخابات الأمريكية، إذ نقل مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس مبارزتهما اليوم إلى ولاية ميشيغان التي تعد إحدى الولايات الأكثر تنافسا في السباق الانتخابي المحموم إلى البيت الأبيض. ويقيم عدد من الأمريكيين العرب في الولاية ويميل الناخبون فيها تقليديا إلى دعم المرشح الديمقراطي، غير أنهم يواجهون انتقادات حادة هذا العام إلى إدارة الرئيس جو بايدن مرتبطة بالحرب في قطاع غزة ولبنان. وخلال كلمتها أمام حشد انتخابي انتقدت كامالا هاريس توجهات حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وأشارت إلى بعض الجوانب التي تركز حملتها عليها قائلة إن حملة ترامب لا تتكلم عنها. فما أهمية ميشيغان للحزبين في الانتخابات المقبلة؟ ولم التركيز عليها فقط في آخر أيام السباق الرئاسي؟ وكيف يعمل المتنافسان ترامب وهاريس على استقطاب أصوات الناخبين فيها؟ هل بإمكان هاريس تغيير موقف الجالية في الجالية المسلمة في الولاية؟ وماذا يقدم لهم المرشح الجمهوري في سبيل الحصول على الأصوات؟ هذه الانتخابات تتعلق برؤيتين مختلفتين جدا لأمتنا. رؤيتنا تركز على المستقبل، ورؤية دونالد ترامب التي تركز على الماضي. رؤيتنا تركز على خفض كلفة المعيشة للأسر العاملة والاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة ورواد الأعمال وحماية حريات الصحة الإنجابية، لكننا لا نسمع أيا من ذلك من دونالد ترامب. ميشيغان مسرحا لإحدى أبرز معارك الحسم الانتخابية، ولم تكن مصادفة أبدا حسب المراقبين أن ينقل دونالد ترامب وكامالا هاريس مبارزتهما إلى ولاية ميشيغان التي تعد إحدى الولايات الأكثر تنافسا في السباق الانتخابي المحموم إلى البيت الأبيض، والتي تشهد تجمعين انتخابيين لكل من ترامب وهاريس في ذات اليوم. وميشيغان التي تعد من الولايات المتأرجحة وتميل تقليديا لدعم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا أن تأرجحها هذا العام قد يكون هو الأكثر حدة. فالولاية الحاضنة لجالية كبيرة من العرب والمسلمين، يلعب موقف المرشحين المتنافسين من حرب غزة دورا مهما في اتجاهات بوصلة الناخب. وكون كلا المرشحين موقفهما ثابتا وداعما لإسرائيل بتفاوت نسبي بطريقة التعبير عن الدعم ومداح، فهذا يزيد من توقع نتائج على مقياس المفاجآت. من جهة ثانية، أعرب بعض سكان ميشيغان عن خيبة أمل من الديمقراطيين الذين دعموهم ضد ترامب في الانتخابات السابقة، رغم التفاؤل الذي أبدته هاريس بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بعد مقتل السنوار، والذي أكدت إسرائيل أن اغتياله لا يعني نهاية الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وناخبو ميشيغان بذات الوقت لا يثقون بترامب أيضا، لذا تبدو مهمة المرشحين شاقة للغاية في هذه الولاية، لا منتصر فيها ولا منهزم، حيث قررت ميشيغان على ما يبدو أن تترك قرارها حتى اللحظة الأخيرة. ولاية ميشيغان أو ولاية العرب الأمريكيين كما تشتهر تقع في شمال شرق الولايات المتحدة، ولديها أطول حدود مع المياه العذبة. مزيد عنها مع الزميل الحسن الحدادي. في شمال شرق الولايات المتحدة تقع ولاية ميشيغان، تحاط بأربع بحيرات كبرى، ما جعلها تعد أطول حدود مائية في البلاد. في أذهان كثر ترتبط ولاية ميشيغان بالوجود العربي، إذ تعتبر الأولى بين الولايات الأمريكية لناحية أعداد الأمريكيين العرب، حيث يعيش فيها أكثر من 211 ألفاً من العرب الأمريكيين، وفيما يتنوع ويتوزع العرب على 82 مقاطعة من مجموع مقاطعات الولاية التي تبلغ 83، نجد أن 65% منهم يتركزون في مقاطعة واحدة وهي وين، حيث تقع فيها مدينة ديربورن. ميشيغان هي عاشر الولايات الأمريكية الكبرى من ناحية التعداد السكاني، حيث بلغ عدد سكانها مطلع العام الجاري 10 ملايين نسمة. تتميز ميشيغان باحتضانها لأكبر شاطئ للمياه العذبة في العالم، نظراً لكونها تقع بين أربع من البحيرات العظمى الخمس
إذن هي ولاية مائية بامتياز، إذ أن أي شخص في الولاية لا يبعد 10 كيلومترات عن مصدر طبيعي للمياه. الولاية التي باتت معقلاً لصولات وجولات انتخابية نظراً لانقسامها السياسي الحاد، تحظى بدخل سنوي يقدر ب 621 مليار دولار، في حين تحتل الولاية المرتبة 30 في نسبة النمو الاقتصادي بين الولايات 50. ميشيغان تحتل كذلك المرتبة 11 بين الولايات الأمريكية لناحية جودة القطاع الصحي، في حين أن مرتبة جودة التعليم العالي تقع في مرتبة متدنية في ترتيب البلاد، إذ تحتل المركز 47. وللمزيد من النقاش معنا من واشنطن روبرت باتيلو المحامي والمخطط الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي، ومن فلوريدا سيد أشلي أنصارا العضو في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. ده معك سيد باتيلو، لماذا ميشيغان الآن؟ نعم، من الواضح أن هذه الانتخابات ستحسم في هذه الولايات المتأرجحة، ميشيغان، مينيسوتا وبنسلفانيا، وكذلك نورث كارولينا وجورجيا وأريزونا ونيفادا في حزام الشمس. ونعرف أن ميشيغان مهمة جدا، والمرشح في هذه الولاية يجدر أن يكون لديه بعض الآراء المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. نعرف أن إدارة بايدن هاريس هي التي طالبت بوقف لإطلاق النار، طالبت إسرائيل أن لا تدخل رفح وأن لا تواجه إيران، وتعمل الإدارة على خفض التصعيد وفتح الممرات لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. أعتقد أن الناخبون من أصول عربية في نهاية المطاف سيدعمون كامالا هاريس. أنا كنت في ديترويت ورأينا أن هناك دعما كبيرا من الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة لهاريس. سيد أنصارا، هل في جعبة ترامب ما يقدمه لهم؟ كثيرا، لأن كامالا هاريس فشلت في أن هي تعطي نموذج حي للمساواة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفشلت في أن هي تتوقف أو توقف الحملات الأسلحة والقنابل التي ذهبت إلى إسرائيل لموت 40,000 شهيد فلسطيني. وبالتالي العرب الموجودين في ميشيغان يدركوا أن فرصتهم مع ترامب عشان يوقف هذا الحرب ويدخل فكرة جديدة عن السلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر جدية مما تقدمه كامالا هاريس. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ يعني منافح هو في عادته ترامب عن حقوق الفلسطينيين؟ أعتقد يا فندم كل الطرفين يدينوا بالولاء لإسرائيل، وكل الطرفين يدركان تماما أنه لا يجوز أنهما ينجح في أي انتخابات في الرئاسة إلا إذا كان يبين قدرته على مساعدة إسرائيل. إنما ترامب أدرك هذا، وترامب قالها بصراحة تامة أن كامالا هاريس وبايدن لم يستطيعوا أن يغيروا وجهة نظر مستر نتنياهو. هي المشكلة في إسرائيل هو مستر نتنياهو. نتنياهو هو الوحيد الذي يريد أن يدمر تماما 100% ويقتل 100% من الفلسطينيين الموجودين في غزة. إنما ترامب هو رجل يدينه بالسلام، رجل يدينه تعمل نيجوشيشن وتعمل ارينجمنت. بلا شك ان ترامب هيكون افكتف ان هو يصل الى سلام دائم في الشرق الاوسط ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين. طيب، الى اي درجه سيد باتيلو مساله الاوضاع في الشرق الاوسط، خاصه حرب غزه، تطورات نحو لبنان، العلاقه مع اسرائيل، الفشل في الوصول الى صفقه، هو مؤثر على هاريس كما أشار إلى ذلك ضيفي من فلوريدا؟
نعم سأجيب، ولكن أشير أيضا إلى سجل وتصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب في المنطقة. هو يدعم قصف غزة بقنابل نووية، وتكلم عن أهمية بحار غزة في المنطقة، ويدعم عودة المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وقال إن استعمل ضد الفلسطينيين الكثير من الأسماء النابية، وقال أيضا أنه على إسرائيل أن تقوم بالفوز في هذه الحرب، وكان في الماضي قد فضل حظرا على المسلمين، فرض حظرا على المسلمين لمنع دخولهم إلى أمريكا. كامالا هاريس من جهة أخرى تريد حل الدولتين في المنطقة، وقفا لإطلاق النار، ودونالد ترامب يريد القضاء على سكان غزة واستعمال السلاح النووي في هذا الاتجاه. يعني حتى يقتنع هذا الناخب في ميشيغان، إدارة بايدن هاريس قدمت من الأسلحة لإسرائيل، رغم أن إسرائيل والحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا تلكأ كثيرا في مسألة الوصول إلى اتفاق، خاصة في الفترة الأخيرة وفق ما تقول وسائل إعلام أمريكية، قدمت لها من الأسلحة ما لم تقدمه أي إدارة أخرى. كيف بالإمكان أن تقنع هذا الناخب العربي أو المسلم في ميشيغان بأن الحال ليس كذلك، وبأن هنالك رؤية ديمقراطية وهنالك إنسانية، وهو ما يزال يسمع أصوات أكثر من 40,000 ضحية في غزة لوحدها، نصفهم وفق المنظمات الأممية من الأطفال والنساء؟ علينا أن نستمع أيضا إلى تصريحات المسؤولين. جو بايدن وكامالا هاريس دعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وكان هناك مقترحات أيضا في مجلس الأمن لوقف لإطلاق النار، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي تفاوض مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لوقف لإطلاق النار، ولكن نتنياهو قال إنه لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار إلا بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه يريد أن يفوز دونالد ترامب. لو لم يكن ترامب مرشحا لكان من الأسهل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. السيد نتنياهو يريد أن تستمر الحرب لأنه مقتنع أن ذلك سيكون لمصلحة ترامب. جو بايدن وكامالا هاريس قدموا الأسلحة لإسرائيل لتدافع عن نفسها، وليس لاستعمالها في التكتيكات الهجومية أو لاستعمالها ضد المدنيين والأطفال. ولكن السيد نتنياهو هو الذي يجدر أن يحاسب لذلك، والناخبون عليهم أن يفهموا أن بايدن وهاريس يسعيان إلى وقف لإطلاق النار وإلى حل الدولتين. سيد أنصار، أنت تظلم كثيرا بايدن وهاريس في مسألة السعي إلى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. إذا كان نتنياهو نفسه، وهذا ليس أول من يعني ضيفي من واشنطن ليس أول من يقول ذلك، وإنما الكثير من المحللين يتحدثون عن رغبته، يتمنى لو كان ترامب هو رئيس الولايات المتحدة، لأنه كان ربما سيحصل على دعم أكبر من ذلك الذي تقدمه الإدارة الحالية. الآن وفي أول سؤال في نقاشنا هذا سألتك، قلت ما الذي سيقدمه ترامب للناخب العربي والمسلم في ميشيغان، حتى نخرج من نقطة الشرق الأوسط إلى اهتمامات الناخب أيضا محليا في ميشيغان. لم تجبني عن السؤال، ما الذي سيقدمه لهم إذا كان في وقت السلم قد بدأ في اتخاذ خطوات وصفت بالأحادية آنئذ في مسألة ملف السلام في الشرق الأوسط دون الوصول إليها على طاولة أي نوع من أنواع التفاهمات أو التفاوض؟ بل بالعكس، في ترامب في الفترة الأولى من رئاسة الجمهورية قدم إبرام أكورد، وإبرام أكورد كان متوافق عليه من كلتا الطرفين، وأيضا دخل بعض الدول العربية في عمليات التطبيع والسلام مع إسرائيل. المشكلة مع هاريس ومع بايدن الكلام بتاعهم ما عندوش قوة للتنفيذ. هاريس وبايدن يؤمنون بإقامة دولتين، هؤلاء الناس يقولون هذا والديمقراط يقولون هذا، ولم يحصل أي شيء من التوصيل لدولتين. مشكلة إسرائيل مع الفلسطينيين لن تحل على الإطلاق بأي شكل من الأشكال إلا إذا كان هناك دولتين.
في هذه الحالة سوف نوقف التيروريزم وسوف نوقف الجمعيات الإسلامية المتشددة. هل كان اعتراف ترامب عندما كان رئيسا بالقدس عاصمة لإسرائيل جزءا من أي مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين؟ Yes, absolutely. كيف إذا كان الفلسطينيون لم يقبلوا بذلك وفق تصريحاتهم؟ لا، إبرام أكورد يا فندم ينص على إقامة دولتين وليس فقط التطبيع. سيد عنصارة، هنالك طرفان كما تعلم، طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني. هل وقع الطرف الفلسطيني على اتفاقات إبراهام؟ رفض. إذن هو لم يقبل. إذن هو لم يقبل وهو طرف. لا، دي واحدة فهم. الفلسطينيين هم أعداء أنفسهم وليس الإسرائيليين للأسف الشديد. الفلسطينيين كانوا موجودين في رفض أن يروحوا كامب ديفيد أكورد، وكان هذا الكلام حصل بقاله 35 سنة. الفلسطينيين منشقين على أنفسهم. عندك الضفة الغربية فيها مجموعة، وعندك غزة فيها مجموعة، والاثنين متضادين لبعض. أول خطوة لابد يعملها ترامب هو أن يقعد الفلسطينيين في ترابيزة واحدة كجبهة واحدة. كجبهة واحدة لها قوة التأثير على الشعب الفلسطيني. طيب. إذا كان الشعب الفلسطيني منشق على نفسه، هذه واحد. اثنين، وقيادتهم على عداء شامل، فبالعكس هم يكرهوا طيب. بعض أكثر ما بيكرهوا الإسرائيليين. فكيف تظن السلام ممكن يجد المنطقة؟ دعني أسأل سيد باتيلو هنا، لماذا تأخرت ميشيغان رغم أنها يعني بالعملية الحسابية بعدد الأصوات في المجمع الانتخابي ليست بين الولايات التي يجب أن تأتي آخرا في النشاط والسعي إلى جذب ناخبيها، وأيضا لكونها هي وويسكونسن دائما تميلان معا باستثناءات قليلة في آخر ثلاثة عقود؟ من المهم أن نفهم الناحية الاقتصادية فيما يسمى بحزام الصدى. هذه الولايات التي كانت في أساس تقدم الطبقة الوسطى عبر التصنيع والسيارات وغيره، والتي انتقلت إلى اقتصاد الخدمة، ولأنها عانت من التراجع الاقتصادي وأثر ذلك على المواطنين مع خسارة التصنيع. ولكن إدارة بايدن تمكنت من خلق 16 مليون وظيفة أدت إلى إعادة انتعاش التصنيع وصناعة السيارات في هذه الولايات. أما ترامب فهو غالبا ما يحصل على أصوات هؤلاء في هذه الولايات الذين لا يحبون الهجرة، لذلك هناك تقارب كثير في الأصوات، ولكن الناس غالبا يفضلون أن يدعموا من يعزز المعاشات والنقابات ويقدم الرعاية للأولاد والمساعدات المختلفة، لذلك سيصوتون لكامالا هاريس. من يكره المهاجرين هو من يصوت لترامب. وهي ولاية منوعة من المهاجرين سيد أنصارة. فاجأت ترامب نفسه وحملته، تفاجأت في 2016 عندما رجحت كفته، لكن أي معيار آخر قد يعمل عليه في إقناع ولاية عاملة بالتصويت له؟ الطبقة الوسطى أو المتوسطة في الولايات المتحدة بتجد تغيير شامل، لأن ارتفاع أسعار المعيشة وارتفاع أسعار الانشورنس كومبانيز وارتفاع أسعار الهيلث كير والصحة وأيضا الإديوكيشن سيستم الموجود في الولايات المتحدة أصبح موجود برقم 21 أمونج العالم بأكمله، ولذلك هذا عار على الولايات المتحدة الأمريكية. إن إحنا بنعمل طبقة متوسطة عشان تحمي النظام الديمقراطي في مصر، وفي نفس الوقت لا نؤهلها إن هي تمسك القوى السياسية أو الاقتصادية. ترامب دايما يقول أن الصناعة الصغيرة هي العمود الفقري للولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم نعطي الصناعة الصغيرة الفرص العمال، فرص التريننج، فرص الإديوكيشن، فرص التكنولوجي، إذا في هذه الحالة بيضمئل فرص نجاح الديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر. أعطي ضيقا الوقت من فلوريدا أشلي أنصارة، ومن واشنطن رابرت باتيلو، شكرا جزيلا لكم معا.